السلام عليكم. هنشرح النهاردة الفقرة الرقم 4 في الـ Database بعنوان الـ EER Model أو الـ Entity sorry الـ Enhancement Entity Relationship Model. الفقرة ده هيكون أكتر بيتكلم عن جزئية الـ Inheritance. زي ما أخدنا قبل كده في الـ Programming، مفهوم الـ Inheritance معناه إيه؟ معناه أنا عندي Super Class وعندي Sub Classes. السوبر كلاس ده بيبقى الأب بالنسبة لي، بيبقى فيه مجموعة فيتشرز أو مجموعة انتيتيز ومجموعة ميثودز بتبقى موجودة في السب كلاس بتاعته. فبدل ما أخد الداتا سيت دي والميثودز دي أفضل أقعد أكررها كتير 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 وأحطها في كل الكلاسز دي بالإمبلمنتيشن وأستهلك ميموري كتير وطبعا التايم بيبقى كبير، أنا بحاول أقلل كل الموضوع ده بحيث إن أنا آخد الفيتشرز اللي هي مشتركة بين السب كلاس أو مجموعة الكلاس دي وأحطها في كلاس اسمه سوبر كلاس، والحاجات المختلفة بحطها في السب كلاس بحيث إن السب كلاس ده لما بيجي ينهرت السوبر كلاس بياخد كل الحاجات الموجودة في السوبر كلاس بلس الحاجات الجديدة اللي موجودة جواه. فهنا عندي الشكل بتاع السوبر كلاس والسب كلاس في الـ EER موديل بيبقى بالشكل ده، بيبقى عندي السوبر كلاس موجود فوق كده وفي علامة زي اليو كده، دي معناها ان ده انهيرت. تمام، العلامة دي بتبقى في اتجاه السوبر كلاس بتاعي عشان ما ننساش. فمعنى كده ان انا عندي الامبلوي ده بينهيرت منه المانجر، يعني المانجر ده عندي سب كلاس والامبلوي سوبر كلاس، فمعنى كده ان المانجر ده ممكن ياكسس الداتا دي كلها اللي موجودة في السوبر كلاس بتاعي. الامبلوي برضو بينهرت منه، هنسيب الدي دي بعد شويه هنتكلم عليها بالتفصيل، هنعتبر ان الامبلوي انهرت منه كل الناس دي اللي هي السكرتري والتكنيكال تكنيكال والانجينير. هنلاحظ ان الانجينير مثلا الانجينير طالع منه دايره فيها الاتريبيوت، يبقى ده سب كلاس الانجينير، ده سب كلاس لان العلامه بتاع الانهيرتنس موجوده، يبقى ده سب كلاس. والسوبر كلاس بتاع امبلوي، يعني معنى كده اللي افهمه ان الانجينير ده يقدر ياكسس الادرس والبيرث ديت والاس اس ان واللاست نيم والمينت والنيم والاف فيرست نيم، وكمان ممكن يحط الايه الفاليو بتاعت الانج تايب، نوع الانج ده او هو مهندس ايه بالظبط. فدي موجوده خاصه بالسب كلاس ده، ده بسميه لوكال اتريبيوت. الانج تايب ده اسمه لوكال اتريبيوت، يعني خاص بالسب كلاس بس، السوبر كلاس ملوش دعوه بيه. تمام. في حاجه عندي اسمها سبيشاليزيشن. سبيشاليزيشن معناها ايه؟ سبيشاليزيشن معناها ان دي اقول لكم التعريف، هي process of defining a set of subclasses of a super class. تمام، بعمل سب كلاسز للسوبر كلاس بناء على ايه؟ لما اجي الاقي ان السب كلاس السوبر كلاس بتاعي في انتيتي معينه لما تتغير الانتيتي ده ممكن يدخل لي في سب كلاس معين، دي اسمها سبيشاليزيشن. انا عامل سبيشاليزيشن دلوقتي للامبلويي من حيث الجوب تايب، هتلاحظوا مكتوبه تحت الجوب تايب، بناء على الجوب تايب هقدر اشوف مين الامبلويي اللي عندي او مين الامبلويي اللي انا هختاره. فدي حته اسمها سبيشاليزيشن، ان انا عملت مجموعه سب كلاسز للسوبر كلاس بتاعي. انا عندي سوبر كلاس والسوبر كلاس فيه داتا كثيره مثلا، فالسوبر كلاس ده والله لقيت ان الجوب تايب ده ممكن يتوزع على كذا سب كلاس، فبالتالي انا عملت الامبلوي ده اوريدي عندي في السبيشاليزيشن ده السوبر كلاس، خليت لي ثلاثه سب كلاسز بيختلفوا عن طريق الجوب تايب، فدي اسمها سبيشاليزيشن. ان انا عندي السوبر كلاس وعملت له مجموعه سب كلاسز، لاحظت ان هو عندهم كذا فيتشر متساويين مع بعض زي فكره الانهيرتنس، وقسمتهم بناء على الحاجات المتشابهه ما بينهم. هيجي عندي في مصطلح تاني في السبيشاليزيشن، قال لي السكرتري والانجينير والتكنيكال از سبيشاليزيشن اوف امبلويي بيزد ابون تايب، يعني ده سبيشاليزيشن الثلاثة سب كلاسز دول سبيشاليزيشن للسوبر كلاس ده بناء على الجوب تايب بتاعي. حاجة عكسها اسمها الجنراليزيشن. الجنراليزيشن معناها انا كنت في السبيشاليزيشن بقول ان انا عندي سوبر كلاس وبطلع له مين سب كلاسز خاصة بيه، بلاقي ان في حاجة مثلا ممكن تتقسم لسب كلاس، لكن في الجنراليزيشن ده العكس بتاع السبيشاليزيشن، العكس ان انا عندي السب كلاسز اصلا وهضطر اعمل لهم سوبر كلاس لما الاقي ان في كومن اتريبيوتس ما بينهم وبين بعض. جايب لي مثال لكار وتراك.
تمام. في عندي مثال اهو، كار وتراك، كار اللي هي العربية العادية، والتراك اللي هي الشاحنة اللي هي نص نقل أو نقل، مش هتفرق معانا. فلاحظت إن أنا عندي تو كلاسز، التو كلاسز دول فيها نمبر أوف باسنجر، الماكس سبيد، الفيكل اي دي، اللايسنس بليت نمبر، ودي برضو فيها مجموعة اتريبيوتس. لو بصينا على الاثنين دول هنلاقي إن في اتريبيوتس مشتركة، زي البرايس موجود برايس، زي الفيكل اي دي موجود فيكل اي دي، زي اللايسنس بليت نمبر مكتوب لايسنس بليت نمبر. بس لاحظت ان الثلاثه دول مشتركين ما بين الكلاسز دول. طب ما انا ممكن اعمل جنراليزيشن للتو كلاسز دول واجيب لهم اب او سوبر كلاس، يبقى فيه الحاجات المشتركه ما بينهم وكل واحد فيه اللوكال اتريبيوتس الخاصه بيه. فدي فكره ان الجنراليزيشن، ان انا عندي تو كلاسز لقيت ان في حاجات فيهم مشتركه، فاضطريت ان انا اعمل لهم سوبر كلاس فيه الحاجات المشتركه دي. فعمل سوبر كلاس اسمه فيكل، الفيكل ده حط فيه البرايس واللايسنس بليت نمبر والفيكل اي دي، دي الحاجات المشتركه ما بين التو سب كلاسز. وبعد كده عمل انهيرتنس للكار والتراك، والتراك عنده التو اتريبيوتس اللي هم كانوا مش موجودين في الكار، والكار فيه التو اتريبيوتس اللي مش موجودين في التراك، دول اللوكال فاريبل الخاص بالتراك واللوكال فاريبل الخاص بالكار. تمام. عايزين نعرف بقى الكونسترينز اللي موجوده على السبيشاليزيشن والجنراليزيشن. في عندي تو بيزك كونسترينز، اول حاجه الديسجوينت كونسترينز، وفي حاجه اسمها الكومبليتنس كونسترين. الكومبليتنس كونسترينز احنا شرحناها المره اللي فاتت، بس برضو هنراجع عليها تاني مع بعض. يعني ايه ديسجوينت كونسترين؟ ديسجوينت كونسترين بيقول لي ان في عندي في علاقه بين الكلاسز وبعضها اسمها disjoint. disjoint معناها ايه؟ disjoint دي بتبقى عباره عن حرف الدي، دي اللي اتكلمنا اللي شفناها في الرسمه من شويه في الديجرام اللي فات. حرف الدي، لما اشوف حرف الدي ده في الرسمه بتاعتي او في الديجرام بتاعي، معناها ان دي علاقه disjoint. disjoint دي معناها ايه؟ معناها ان انا عندي الكلاس بتاعي بتاع السوبر كلاس هيبقى واحد من السب كلاسز دول، بس ما ينفعش يبقى اكتر من واحد. تمام. السوبر كلاس بتاعي هيبقى انهيرت لسب كلاس واحد بس من اللي موجودين، ما ينفعش اكتر من واحد. يعني لما اجي اشوف العلاقه دي في الفيكل لقيت فيه دي، ده اللي اسمه ديسجوينت. الفيكل ده يا اما يكون كار يا اما يكون تراك، ما ينفعش يكون الاثنين مع بعض. الفيكل في علاقه disjoint، يا اما يكون كار يا اما يكون تراك، ما ينفعش يكون الاثنين مع بعض. الرسمه اللي احنا واخدينها هنا الامبلويي عندي في علاقه disjoint. الديسجوينت دي معناها ان الامبلويي ده يا يكون سكرتري يا يكون تكنيكال يا يكون انجينير، ما ينفعش يجمع وظيفتين مع بعض. فعشان كده حطيت العلاقة اللي اسمها this point. في حاجة تانية، لو أنا عايز أقول إن السوبر كلاس ده ممكن يكون انجينير مثلا ومانجر الاتنين مع بعض ينفع، فأنا عندي السوبر كلاس بتاعي اللي هو بيرسون ممكن يدخل في الريليشن اللي هي، أو سوري، يدخل في السب كلاس اللي هو انجينير، ويدخل برضه في نفس الوقت في السب كلاس إن هو يكون مانجر. ففي الحالة دي هغير الديسجوينت دي، هخليها اوفر لاب، overlapping. overlapping معناها ان السوبر كلاس ده ممكن يدخل في السب كلاسز مع بعض، مفيش اي مشكله. تمام. دي الديسجوينت ودي الاوفرلابنج عكسها. الديسجوينت هنا احنا قلنا هنا في الديسجوينت هيكون الامبلوي بتاعي يا سكرتري يا تكنيكال يا انجينير، اي واحده منهم واحده فقط. تمام. هنا في العلاقه الاوفرلابنج البارت بتاعي اوفرلابنج، ممكن يكون ده وممكن يكون ده وممكن يكون الاثنين مع بعض عادي، ما فيش اي مشاكل. تمام. في عندي الكومبليتنس، الكومبليتنس دي احنا شرحناها قبل كده اللي هي بتاعه التوتال بارتيسيبيشن والبارشيال بارتيسيبيشن. التوتال بارتيسيبيشن احنا كنا قايلين ان هي عباره عن دبل لاين، يعني لما اشوف في دبل لاين عندي اعرف ان دي توتالي بارتيسيبيشن. العلاقه دي توتال بارتيسيبيشن، حاطط تو لاين، يبقى المفروض ان اقول هنا ايه؟ ات ليست
one. At least one. At least one يعني معناها إنه لازم البارت ده يكون واحد من دول، بس مش at most. أنا قلت at least. At least معناها يعني يكون واحد منهم، ومش شرط يكون واحد بس، ممكن أكتر. العلاقة دي كانت overlapping، لكن هنا at most one. تمام، هنا at most one، بس ما قالش at least one. ليه؟ لان انا عاملاها partial participation في خط واحد، لكن لما اعمل total participation معناها at least one و at most يكون one برضو، ما يكونش اكتر من entity، من sub class من دول. تمام، عرفنا الفرق بين الاثنين. في حاجة عندي اسمها الهيراركيال واللاتس. الهيراركيال معناها، أو قبل ما أقول يعني إيه معنى الهيراركيال، أنا عايزة أتكلم على التشيرد سب كلاس، بس تمام هي هتيجي في الإكزامبل اللي جاي. عندي الهيراركيال معناه إيه؟ الهيراركيال عندي معناه إن السوبر كلاس بتاعي يبقى ليه سب كلاس واحد بس، أو سوري السب كلاس يبقى عنده سوبر كلاس واحد. يعني أنا كسب كلاس عندي أب واحد بس، ما ينفعش أكتر من واحد. دي اسمها هيراركيال، أو هي سنجل انهيرتنس. لكن في اللاتس المفروض إن أنا عندي السب كلاس بتاعي ليه أكتر من سوبر كلاس، دي اسمها مالتيبل انهيرتنس. يعني ممكن الكلاس ده ينهرت الكلاس A وينهرت الكلاس B وينهرت الكلاس C، بينهرت أكتر من كلاس ياخد منهم الفيتشرز كلها، فده اسمه لاتس أو مالتيبل انهيرتنس. بالشكل ده عندي لو جيت ابص عليه هلاقي ان الامبلويي بتاعي داخل في علاقه partially disjoint مع دول، معناها ان الامبلويي مش لازم يكون واحد من دول، ممكن يكون من دول او لا، لان هي مش توتال. تمام، طب هو لو في حاله ان هو بقى واحد من دول يبقى لازم يكون يا ده يا ده يا ده، ما ينفعش يكون التلاته مع بعض. تمام، هنا في الامبلويي عندي توتال جوين، يعني الامبلويي لازم يدخل في العلاقه دي، يا اما اورلي امبلويي يا اما سالاريد امبلويي، يا ده يا ده، ما ينفعش الاثنين برضو مع بعض. تمام، هاجي الاقي عندي الكلاس اللي اسمه انجينير مانجر، ده سب كلاس، هلاقي ان هو بينهرت منين؟ بينهرت من سالاريد امبلويي، بينهرت من المانجر، بينهرت من انجينير. يعني انا دلوقتي عندي السب كلاس ده ليه اكتر من سوبر كلاس. تمام، في الحاله دي السب كلاس بتاعي ده داخل في علاقه اللي هي اسمها لاتس، اللاتس اللي هي مالتيبل انهيرتنس، ان السب كلاس بتاعي يكون ليه اكتر من بيرنت، فدي اسمها لاتس او تشيرد سب كلاس. تمام، يبقى السب كلاس بالنسبه لي اللي هو انجينير مانجر ده يعتبر اسمه التيرد سب كلاس. يبقى اللاتس او التيرد سب كلاس معناها ان السب كلاس بتاعي يبقى ليه اكتر من بيرنت، لكن الهيراركيال بتبقى one inheritance او single inheritance، بيبقى السب كلاس بتاعي ليه سوبر واحد بس مش اكتر من واحد. ايه العلاقة دي؟ كل واحد من دول ليه سوبر كلاس واحد. يعني انا لو كنت سكرتري السوبر كلاس بتاعي الواحد امبلوي، لو تكنيكال السوبر كلاس بتاعي الواحد امبلوي برضه، لو انجينير السوبر كلاس بتاعي امبلوي. تمام، عايزين نشوف الرسمه دي بتاع يونيفرسيتي اكزامبل، شارح فيه كل حاجه بقى، السبيشاليزيشن، الجنراليزيشن، اللاتس، كل حاجه. لو جالي رسمة زي دي وقال لي مثلا اكتبي العلاقة بين الحاجات دي عاملة ازاي، او اشرحي الانتيتيز دي مشتركة مع بعضها ازاي، او اي كلام عن الموضوع، او ارسميها حتى، او لو جاب لي حتى هو العلاقات وقال لي ارسميها، هتبقى سهلة بالنسبة لي ان انا ارسمها، مفيش مشكلة. اللي فاهماه من الرسمة هبتدي من الاول من فوق، البيرسون ده كلاس، في والله الاتريبيوتس اللي حواليه دي مفيش مشكلة. البيرسون ده داخل في علاقة totally overlapping، totally overlapping. overlapping يعني البيرسون ما ينفعش يبقى حاجة بره الثلاثة دول،
دي أول حاجة أنا عرفتها، يبقى يكون at least one of those. طب هو at most one ولا لأ؟ المفروض لأ، لأن في overlapping. الـ overlapping عندي معناها إن هو يا يكون ده يا يكون ده يا يكون ده. ممكن يكون employee وألمنز الاتنين مع بعض، أو student وألمنز الاتنين مع بعض، ففي علاقة overlapping. تمام، عندي الـ employee داخل في joint staff faculty student assessment، يعني معناها الـ employee ده مش هيخرج بره الثلاثة دول، هو لازم يكون واحد من الثلاثة دول. بس في الحالة دي لو كان staff ما ينفعش يكون faculty، كان faculty ما ينفعش يكون student assistant. تمام، فدي علاقة الـ disjoint. نركز العلامة الانهيرتنس بتتحط فين يا شباب؟ تمام، علاقة الانهيرتنس بتتحط، أنا ببقى عندي السوبر كلاس، بطلع منه العلاقة بتاعت disjoint أو overlapping أيا كانت. لو ما فيش disjoint أو overlapping زي العلاقة دي كده، الستودنت رايح على طول على assistant student، لو رايح على طول تمام أحط الانهيرتنس. لكن ما ينفعش أحط هنا فوق في الانهيرتنس بتاعتي تبقى شكلها حتى ظريف، المفروض ان انا بحط العلاقه الاول سواء كانت اوفرلابنج او ديسجوينت او ايا كانت العلاقه اسمها ايه، وبعد كده لما اوزع الاسهم بتاعتي اطلع العلامه بتاعه الانهيرتنس بتاعي. هنا في علاقه لابس، وفي علاقه هيراركي. تمام، علاقه لابس فين؟ اللابس او الثيرد سب كلاس اللي هي دي، سوري، العلاقة اللي هي ثانية ماشي، هنلاحظ ان سوري العلاقة بتاعتي اللي هي الستودنت اسيستنت ده بالنسبة لي ده في علاقة لابس، أو هو shared subclass. ليه؟ لأن هو ال student assistant ده بينهرت من ال student وبينهرت في نفس الوقت من ال employee، فده عندي shared subclass، بينهرت من هنا وبينهرت من هنا. طب إيه اللي عندي في علاقة hierarchy؟ والله عندي ال person هيبقى employee هيبقى staff، كده علاقة hierarchy، يعني عندي single inheritance. لو دخلت برضو البيرسون وبعدين امبلوي وبعدين فاكالتي، دي سنجل انهيرتنس. تمام، اخر حاجه هناخدها علاقه اليونيون. اليونيون دي معناها ايه؟ معناها اتحاد. طب يعني ايه برضو اتحاد؟ معناها ايه الاتحاد دي؟ معناها ان انا عندي السب كلاس بتاعي ممكن يكون ليه اكتر من سوبر كلاس، بس انا مش عارف اي سوبر كلاس هو الخاص بالسب كلاس بتاعتي دي، فهضطر اقول له السب كلاس بتاعي هيكون السوبر بتاعه ده اور ده اور ده، حد من الثلاثه ومش هيبقى اكتر من واحد. طيب العلاقه دي الاونر عندي للعربيه مثلا او للسيارات، الاونر عندي هيكون يا اما الكومباني يا اما البنك يا اما البيرسون. فكده عندي دي علاقه يونيون. اليونيون دي نركز ان هي السب كلاس بتاعي بيبقى ليه اكتر من سوبر كلاس ده اور ده اور ده. تمام، الاونر ده علاقه يونيون مع الايه التو سوبر كلاسز دول. اليونيون دي برمز لها بالرمز اللي هو اليو، والعلامة دي اللي هي توتالي، يعني معناها ان هو لازم يكون واحد من دول، ما ينفعش يطلع بره الثلاثة دول. تمام، الاونر ده يا يكون كومباني يا يكون بانك يا يكون بيرسون، ما ينفعش يكون الاثنين مع بعض. تمام، فعشان كده دي علاقة اليونيون، علشان الناس اللي هتتلخبط في التشيرد سب كلاس. التشيرد سب كلاس احنا قلنا ان السب كلاس بتاعي هينهرت من كل دول، يعني هياخد الفيتشر دي مع الفيتشر دي مع الفيتشر دي عنده بلس الحاجه بتاعته دي، كانت فين؟ في الشيرد سب كلاس. لكن هنا انا في علاقه اسمها يونيون، يعني معناها انا الاونر بتاعي يا يكون الكومباني يا يكون البنك
يا يكون البيرسون. تمام. وبرضو في عند ريجسترد فيكل برضو داخله في علاقه يونيون مع الكار او التراك. يعني الفيكل بتاعتي ما ينفعش تكون كار وتراك الاثنين في نفس الوقت، لا هي يا كار يا تراك، بس انا مش عارف انهي واحده فيهم اللي مثلا هعمل عليها الكيس بتاعتي. ففي الحاله دي لو جالي كار هشتغل على الفيتشرز بتاعت الكار، لو جالي تراك هشتغل على الفيتشرز بتاعت التراك، وهتبقى دي بالنسبه لي السوبر كلاس لمين؟ للريجسترد فيكل. بس ما ينفعش اخد الكار والتراك الاثنين اخليهم سوبر كلاس في نفس الوقت للريجستر فيكل، والا كنت انا شلت دي وقلت له اوفرلابنج بدل اليو. اوفرلابنج معناها ان انت هتدخل ده او ده او تدخل الاثنين مع بعض يبقى الشيرد سب كلاس. الديفرنس بين الشيرد سب كلاس واليونيون السبسيت اوف ذا انترسكشن اوف اتس سب كلاس، الشيرد سب كلاس ممبر ماست اكزيست in all of its super class. نفس الكلام اللي احنا قايلينه من شويه، ان الشيرد سب كلاس بتاعي لازم يدخل في كل السوبر كلاسز اللي هو انهيرت منهم. يعني بيبقى عندي سب كلاس بينهيرت مثلا من 3 سوبر كلاس، يبقى ده اسمه التشيرد سب كلاس، مفيش علاقه يونيون. تمام. في ديسجوينت، في سوري، في اوفرلابنج مفيش، يبقى معناها ان السب كلاس بتاعي ده ممكن او مش ممكن، هو لازم ماست انهيرت من ال 3 سب كلاس بتوعه، عشان كده هو اسمه التشيل سب كلاس. لكن في علاقه اليونيون دي انا بقول له الكاتيجوري بتاعتي في اليونيون تايب الاونر هو المفروض يكون كومباني، البنك او البيرسون بتاعي. تمام. الكاتيجوري ممبر ماست اكزيست ان ات ليست وان تكلي فاست وان اوف اتس سوبر كلاس. يعني هو بيقول لي ات ليست وان، يبقى على الاقل واحد، عارفه انا عاملاها توتال بارتيسيبيشن، وتكلي جاست وان يعني هو واحد بس. تمام. دي عامله زي علاقه ايه؟ بس العلاقه العكسيه، العلاقه العكسيه زي الديسجوينت توتالي بارتيسيبيشن. في الديسجوينت توتالي بارتيسيبيشن بس دي العكس، ان انا بقول السوبر كلاس ده هيكون لازم يكون واحد بس، واحد من السب كلاسز دول. هنا العلاقه العكسيه في اليونيون، ان السب كلاس ده هيكون at least one، لازم يكون واحد من السوبر كلاسز دول، ولازم يكون واحد بس، ما ينفعش يكون اكتر من واحد يكون اللي هو البيرنت بتاعه. بكده نكون خلصنا المحاضرة، اتمنى تكون المحاضرة قدرتوا تفهموها، وان شاء الله اشوفكم في المحاضرة رقم 5 بإذن الله. السلام عليكم.